اول حاجه بعدا انا راه كنسكن هنا قريب للكلينيك اسامه فالوح، كنتمناو ربي الشفاء ان شاء الله، والناس اللي غتشوف هاد لي فيديو وهاد الشيء هذا دعيو مع الدري، دري خلوق. انا ما عارفوش زعما شخصيا، ما عمرني جلست معاه ولا شي حاجه، ولكن الاصدقاء ديالو جاوا عندي البارح، الطريقه باش كيدويو عليه والحضور اللي كيجيو عندو الناس راه كيبين لك بان الدري راه خلوق ومربي ولد الناس، والحمد لله هذا مكتاب ديال الله سبحانه وتعالى. واخر نصيحه ديما غادي نقولها بان هاد الدري هذا دار هادشي اللي وقع ليه ديال الله سبحانه وتعالى. الناس اللي ما عندهمش علاقه بالصحافه وعندهم محتوى وباغيين يطلعوه راه ما يجيوش يطلعوه بهذا السيد هذا اللي دار كسيده، فهمتي؟ راه حشومه البارح انا كيبان ليا واحد الدري بلا ما نذكر السميه ديالو حتى هو هنايا وباغي ياخذ لي فيديو لي ريل، واش باغي دير ادسنس من واحد اصاحبي دير كسيده حشومه. دعوا مع الدري الله يقعد وسادو، الله يدير شي تاويل ديال الخير. وحاجه واحده اخرى، ما نبقاوش نخرجوا اشاعات، الله يجازيكم بخير، اللي مأكد من شي معلومه يخرجها. راه عنده والديه، عنده عائلته، ما كاينينش هنا، غيكونوا مثلا راه كل واحد فينا عنده عائلته مثلا في شي بلاصه اخرى، راه كيشوفوا فيسبوك كيشوفوا ديك الكلمه راه كيتيقوا. دونك اللي كيخرج شي معلومه غلط راه حشومه عليك اخويا. راشد بحليلات امس كلشي كان كيقول بانه توفى، عاودوا بلا مشطر جي معاه. علاش بحال هذه الاشاعات؟ وهذوك الناس اصاحبي كيكون عندهم واحد المونك في لي باج ديالهم، تيكونوا طايحين شي شويه وكيبغيو يطلعوهم على اي حاجه. دونك راه هذا راه ماشي محتوى، هذا راه السيد وقع ليه مشكل، راه كسيده، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. وحاجه واحده اللي غادي نطلب من المغاربه ويدعيو معاه، دعيو معاه الله يقعد وسادو والله يجيب ليه الشفاء. وخونا واي واحد مغربي يعني غيوقع ليه بحال هكا يعني راه ما كنبغيو ليها الشفاء. سمحوا لي مرتبك شي شويه، مي كنتمنى نكون وصلت ميساج. كلمه العائله ديالهم الله يصبرهم زعما، الله يعني يزيدوا يتحلوا بالصبر، وان شاء الله غيكون الخير، وان شاء الله ما يكون الخير. وهذا الشيء اللي كاين الدراري سمحوا لي. اصدقاء ديالو كانوا معايا البارح هنايا. ما كرهناكش انك تعاودنا النقاش اللي دار بيناتكم. النقاش اللي دار قلت لهم النقاش اللي دار بين الاصدقاء ديالو وانا عاد بلا مقوله، انا تلاقيت معاهم عاودوا لي عليه، حيت انا ما عمرني ريحت معاه، فهمتي؟ كنعرفوه يعني في الكوره ولكن عمرني ريحت انا وياه. عاودوا لي على الدري زعما بانه الدري متواضع بزاف، خلوق، باقي كيمشي عند ولاد دربهم، فهمتي؟ باقي الدري هو، فهمتي؟ دونك الدري ما تبدلش، ود البلاد، ومسكين هذا الشيء اللي مكتب ليه ديال الله سبحانه وتعالى. كان الحلم ديالو. ما عرفتش لا ما ناقشناش هذه النقطة، ولكن الله يجيب ليه الشفاء والله يقعد وسادو، وإن شاء الله نسمع أخبار الخير. آمين.